صراحه كان بلا نوايه والله الا شتي انا راه كنت غنانولي السبوع في خطره كما كيقول لك اللي نيتو زوينه ربي كيعطي على قد نيتو هادشي اللي كاين. شكرا بزاف كبرتو بيا وعقبل ما نجي عندكم في الخير وكنبغيكم بزاف والله يكبر بيكم. حيت كنبغيهم وكنحماق عليهم داكشي باش حيت فريمون جو سوي فان ديال زهير بهاوي احمد شوقي ديال نجاة الرجوي واصدقاء وبيان سور جبتهم للحفل ديال بنتي وما حشمونيش. ايوا نبغي نقول لك بنتي هذا جدي عليك والله يخليك لينا ويخليك لباباك والله يرجعك والله يجعلك الذريه صالحه والله ينبتك نباتا حسنا يا ربي لا انت ولا اخوك. كتجي واحد لا ديبرسيون من مور الولاده صراحه دازت مني داكشي اللي جعلني انني ناخر الاسبوع دابا راه شهرين باش ولدت ولكن الحمد لله. مازال صغيوره ما ماشي دابا سوشيال عادي مازال صغيوره تكبر وهي تبارك الله تتبان ان شاء الله ضروري. ما نكرهش لا ولكن الا بغات بصحتها هي ما دير شي حاجه ماشي هي هذيك وصافي. الله يخليكم ليا كاملين لا انت ولا ولدي ولا ماما ولا اي واحد الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا. فرحان بيها وكيبغيها وكيبوسها وكيعنقها بالعكس فرحان بيها بزاف كاع. طلعتنا ديالي من نقافة جيهان تبارك الله عليها اون جون اللي ما شاء الله عليها فريمون عطات في هاد الدومين وبيان سور اللي كيبغي شي حاجه كيعطي فيها تبارك الله عليها. كيقول لك اسمحوا لي راني عيانه بعدا كما كيقول لك سيماهم على وجوههم شي واحد كيشكر راسو. الحمد لله كنتبعت زعما لا روتين ديالي لوجهي وصافي. ان شاء الله الا بغات ماما نزيد مسكينه ماما هي ماما تبغيني نزيد شي بابا فيك اللي عاون قالت لك سيري بعدي مني بارك وليد وبنيته ولا جات شي حاجه من بعد حتى يكبروا ان شاء الله علاش لا. شكرا بزاف وكنبغيكم بزاف وانا ديما ضيفه ديالكم بيزو كبيره ليكم.
تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.